مرحبا بكم كما العادة في حصة رسائلكم انتم دائما تبحثوها عبر الفيسبوك والانستغرام مع ميازي تي في. اصدقائي يلا جبت لكم اليوم رسائل تاع نهار اليوم. يلا اصدقائي نقراوها مع بعض. الرسالة الاولى: اسمي عائشة شرقي وعمري 67 سنة من بلدية العين الصفراء ولاية النعامة، متتبعة وفية لقناة عمو يزيد 24/24 ساعة. أشكركم جزيل الشكر على ما تقدمونه من برامج هادفة ومسلية. شكرا لك عمو يزيد، وأهدي تحياتي إلى زوجي وأبنائي وأحفادي. أرجو نشر رسالتي في حصة رسائلكم وشكرا. شكرا لك تاتا على هذه الرسالة، نتحوك تحية كبيرة كبيرة كبيرة، وتحو كذلك زوجك وتحو أحفادك كذلك. حنغني لك واحد الغنية بزاف شابة: جداتي جداتي أنت سر بسماتي، رؤياتي بهجاتي يا سعدي وفرحاتي. شكرا لك تاتا عائشة على هذه الرسالة، فرحنا بزاف بزاف بالرسالة تاعك. يعطيك الصحة، نتحية ونتحية كامل العائلة تاعك وزوج تاعك وكل احفادك كلهم، ربي يحفظهم ويخليهم لك ان شاء الله، وتفرحي بهم وتشوفيهم في اعلى المراتب ان شاء الله. شكرا لك يا تاتا. لنا اصدقاء الرساله المويله: سلام عمو يزيد، انا رشا من مدينه بئر العرش ولايه الصيف، ارجو وضع صورتي في حصه رسائلكم وتحياتي لكم ولكم كل شكر. شكرا لك يا رشا على هذه الرسالة، نتحوك تحية كبيرة كبيرة، ونتحو كذلك ناس الصيف تحية كبيرة كبيرة، وبقاي دائما وفية لقناتنا. شكرا لك يا رشا على هذه الرسالة الجميلة، نحبك بزاف بزاف، ونتحيوك ونتحيو كامل الناس سكان ولاية الصيف، نحبكم بزاف الصيف العالية. شكرا لك. هيا يا فرح اقرأي لنا رسالة أخرى. بالطبع يا صديقتي النوبة، الرسالة المولة: أنا سلوى وأخي الأصيل من ولاية خنشلة، من المتابعين الوفيين لقناة عمو يزيد، نرسل لكم تحياتنا ولجميع الأطفال المتمنين لكم حظا سعيدا وموفور الصحة والهناء. شكرا لك سلوى على هذه الرسالة، نتحب تحية كبيرة كبيرة كبيرة. شكرا لك سلوى، نحن أيضا نحبك ونحب كل سكان خنشلة الأحرار الشوية، نحبكم كثيرا، نتمنى أن تكوني مجتهدة في دراستك وتبقي وفية لبرامجنا، نحبكم كثيرا. هيا يا فرح اقرأي لنا رسالة أخرى. للا أصدقاء الرسالة المولة: السلام عليكم عمو يزيد، نحن يسرى وأم الخير، العمر عام وأربعة أشهر، من القريرة ولاية غردالة، نتمنى أن تقرأوا رسالتنا في حصة رسائلكم. شكرا لكم يسرى وأم الخير على هذه الرسالة، نتحوكم تحية كبيرة كبيرة كبيرة، ونتحو كذلك ناس غردالة تحية كبيرة كبيرة كبيرة. هنا لبينا الطلب تاعك وأنا قريت على رسالتك في حصة رسائلكم. شكرا لك يسرى وأم الخير، نحن أيضا نحب كل سكان غردايا الأوفياء وكل سكان القرارة الشرفاء، نحبكم كثيرا، نتمنى أن تجتهدوا في دراستكم. عمو يزيد دائما إلا داني، نحبكم. يلا أصدقائي الرسالة المولة: اسمي أماني عتروز وأخي محمد ريان، عمري 5 سنوات، أحبك كثيرا عمو يزيد، وأحب أناشيدك الجميلة، أتمنى أن تزورنا وتنظم لنا حفلة في ولاية تلمسان، وفي الأخير أهدي تحياتي لأمي وأبي وجميع أفراد عائلة عتروز في ولاية ميلا. شكرا لك أماني على هذه الرسالة، تحب تحية كبيرة كبيرة، وإن شاء الله عمو يزيد في أقرب الأجل يجي ينظم لكم حفلة في ولاية تلمسان. شكرا لك. شكرا لك صديقتنا أماني على هذه الرسالة الجميلة وعلى كل هذا الحب، حنا نحبك بزاف بزاف، ونحييك ونحيي الأولياء تاعك وكامل عائلتك وين ما كانوا في ولاية تلمسان، وعائلة عزوز في ولاية المدية أيضا. شكرا لك. يلا أصدقائي الرسالة اللي موراها: نحن بتولة 4 سنوات ونصف ومسومة 3 سنوات، قرصيف من خنشلة، نحن نحبكم،
أرجو بث صورتنا في برنامج رسائلكم. شكرا لكما بتولى ومسومة على هذه الرسالة. نتحكم تحية كبيرة وكذلك نتحو ناس خشلة تحية كبيرة. وهنا درنا الصورة تاعك وهنا حطينا رسالتك وهنا قرينا رسالتك. وبقي دائما وفية لقناتنا. شكرا لكم صديقاتي بتولى ومسومة. أنا حطينا الصورة تاعكم جميلات أصدقائتنا بزاف بزاف ما شاء الله. ربي يحفظكم إن شاء الله ونشوفكم في أعلى المراتب شابات أصدقائتنا. شكرا لكم. فرحات أسماء وفاطمة الزهراء. عيد ميلاد سعيد ابنتي غالية فاطمة الزهراء. تمنياتي بالشفاء والنجاح وشكرا لكم. شكرا لك صديقتنا فاطمة الزهراء. نحن أيضا نتمنى لك المزيد من النجاح. نتمنى لكم الشفاء العاجل ونتمنى أن تجتهدوا في دراستكم وتبقوا أوفياء لبرامجنا. نحبكم كثيرا. هيا يا فرح رسالة أخرى فأنا متشوق لرسائل أصدقائنا. يا صديقي بوبي خلصوا رسائل نهار اليوم. صح أصدقائي راح نوعدكم في الحلقة القادمة راح نجيب لكم بزاف من الرسائل وراح نقراوها كامل مع بعض. ما تنساوش تبعثوا لنا رسائل بزاف بزاف باش نقراوها كامل مع بعض. صديقتي أرنوبة قولي لهم كيفاش تبعثوا لنا رسائل باش نقراوهم. يا فرح أنا حزينة جدا لأنهم نفذوا رسائلنا لنهار اليوم، لكن أصدقائي رانا نتسناو فيكم تزيدوا تبعثوا لنا رسائلكم والصور تاعكم كامل كامل على صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام عمو يزيد تي في. وما تنساوش الضغط على زر الاعجاب. شكرا لكم ونحبكم بزاف بزاف. باي باي اصدقائي الى اللقاء. نحبكم بزاف بزاف. ما تنساوش نتلاقاو في الحلقه القادمه. الى اللقاء.